بثاب وان كاب واحد من هدافين الشباب هذا الموسم. وان كاب عنده 4 أهداف في الدوري، والآن أمام ضربة الجزاء يتقدم إلى الأمام، يتقدم وان كاب يتقدم وكرة وكرة في المرمى، جول شبابي، جول شبابي أول، جول للشباب على يسار كروي، يسجل الشباب الأول ويشعل الكلاسيكو، يشعل الكلاسيكو. نعم، ضربة جزاء شبابية، تقدم جوانكا وحط الكرة، حط الكرة، حط الكرة على يسار مارسيلو كروي لأن يتقدم الشباب بالهدف الأول. شباب على ملعبه لا يخسر، شباب على ملعبه لا يخسر هذا الموسم. فرحة كبيرة، فرحة كبيرة. أكيد الصراع أيضا ازداد في السنوات الأخيرة بين الشباب والاتحاد، ودوان كاب حط الكرة على يسار مارسيل. الاتحاد يدرسها للكل، عندنا كرة فيها محاولة عرضية وخطيرة وكرة لرومو وفرصة وكرة والتعادل، التعادل والتعادل، التعادل التعادل، التعادل. الله يا عميد، الله يا عميد، التعادل لحجازي، حط الكرة وسجل للاتحاد التعادل. شوف الكرة وشوف اللقطة، وعند رومو كانت محاولة وفيها لمسة يد ربما، حكم المباراة أعطى مبدأ إتاحة الفرصة. سجل الاتحاد، نعم سجل الاتحاد هدف التعادل. حجازي يا حجازي، حجازي يسجل، واحد من الهدافين على فكرة، واحد من الهدافين هذا الموسم. حجازي سجل التعادل في الكلاسيكو وعاد الاتحاد مرة أخرى، أعاد الاتحاد مرة أخرى.